السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. يعني اليوم بإذن الله تعالى اللقاء الحي السابع بتاريخ عفوا الحي اللقاء التاسع بتاريخ 7 مارس 2020 والموافق ل 12 رجب 1441. مثل العادة يعني نتأكد هل الصوت يصلكم واضح؟ الصوت يصلكم واضح؟ الصوت هل يصلكم واضح الصوت؟ أخلاق هل يصلكم الصوت؟ very good، ممتاز، بارك الله فيكم جميعا. بل نترك على الله. مثل ما ذكرنا يعني المرة الماضية كنا وصلنا في اللقاء الحي الواحد والعشرون، أو خلينا نقول يعني العرض المرئي الواحد والعشرون، وبإذن الله تعالى اليوم سوف يعني نكمل 21 22 و23 من العروض المرئية خلال هذا اللقاء الحي التاسع. هناك يعني لما نقول ما هي السياسات والاستراتيجيات والقرارات التي تؤثر على قيمة أسهم الشركة، فأي من السياسات التالية لا تدخل ضمن تقييم أسهم الشركة؟ قرار الاستثمار، قرار مزيج التمويل، سياسة الضرائب، وسياسة توزيع الأرباح. أيوة، أريد التفاعل. Very good. فنحضر يعني منذ البدايه مثل ما ذكرنا، يعني حنحاول قدر المستطاع انه جميع الاسئله تبع يعني اللقاءات الحيه سوف تكون موجهه الى يعني طرح اسئله. هناك بعض الاشياء التي تحتاج الى يعني التوضيحات نوضحها، والا ننتقل مباشره الى طرح بعض الاسئله. فننتبه هناك ما يسمى قرار الاستثمار. لماذا سمي بقرار الاستثمار؟ لانه قرار الاستثمار هذا بالذات يعني مكلف جدا بالنسبة للشركة. يعني كيف مكلف جدا بالنسبة للشركة؟ الاستثمار يقصد بذلك انه اذا كانت الشركة قررت انها تشتري ارض وتقوم ببناء عقار او تقوم ببناء مصنع، والمصنع دائما وابدا الارضية تبع المصنع تكون هي مخصصة لتحمل وزن معين من الات التصنيع. فبالطبع عندما نقول هناك أرضية مخصصة فهذا يحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا من الإسمنت ومن الحديد لبناء هذه المنصات لكي تتحمل يعني لكي تتحمل الأوزان هذه آلات التصنيع. كذلك سوف نقوم بالتوظيف، يعني سنشتري مواد أولية وكل هذه الأشياء. بالطبع إذا كان لا قدر الله أخطأنا، فهل من السهل أننا نتراجع عن هذا القرار؟ كان سهل ان نتراجع عن هذا القرار ونقول خلاص، لا والله هذا الاستثمار ردي، فبعد ما مر شهرين او ثلاثه او اربعه سوف نتراجع في هذا القرار. هل ينفع هذا او لا ينفع؟ اكيد جدا هو يعني لا ينفع. فلهذا السبب سمي بقرار الاستثمار، وطلب منا انه في هذا القرار بالذات اننا يجب علينا ان نتاكد ولا اننا نتسرع في اتخاذ القرار، لانه عندما يتخذ هذا القرار لا رجوع فيه. نفس الشيء عندما نقول القرار اي الهيكل التمويلي او مزيج التمويل، دائما وابدا عندما نقول التمويل يعني اصدار اسهم وسندات ويعني صكوك، يعني هذه ثلاثة اشياء يعني مزيج في الاخير. لما نقول بصفة عامة هيكل التمويل هو مزيج بين يعني رأس المال ومزيج بين الديون، والديون يمكن بالطبع أن تنقسم إلى نوعين، إما تمويل عن طريق السندات أو عن طريق يعني الصكوك. فبنفس الطريقة عندما الشركة تتخذ قرار وتستثمر، وبالطبع هذا الاستثمار لن يكون إلا إذا كان توفر التمويل،
فالتمويل سوف يكون عن طريق رأس المال، وسوف يكون كذلك عن طريق إصدار سندات أو إصدار صكوك. ومرة أخرى في حالة أنه الشركة قامت بإصدار سندات أو قامت بإصدار صكوك وتحصلت على المبالغ، فمن الصعب الرجوع في هذا القرار، لأنه سوف تكون العملية مكلفة جدا، لأنه أصلا يعني تكلفة الإصدار، يعني لما مثلا السعودية ترغب السعودية في إصدار سندات دولية، فهذه مكلفة جدا. لماذا؟ لأنه سوف تلجأ السعودية إلى يعني شركات وساطة عالمية، هذه الشركات الوساطة سوف تقوم بعمل التقييم، هناك جانب قانوني وجهة عالمية هي التي سوف تتولى هذا الجانب وتتأكد من الملاءة المالية والقدرة المملكة العربية السعودية على أنها تسدد أقساط الدين يعني عند توريخ الاستحقاق. فهذه العملية دائما وأبدا ملها مكلفة جدا بالنسبة لي يعني بالنسبة يعني للشركات. فلذا السبب يقول لنا عملية لهذا السبب يقول لنا دائما وأبدا القرار الاستثمار لا يمكن الرجوع فيه، وقرار التمويل كذلك هو من بين القرارات التي لا يمكن الرجوع فيها. بقيت الآن لماذا نقول سياسة توزيع الأرباح ولا نقول قرار توزيع الأرباح؟ لأنه يعني لماذا سميت بسياسة؟ الآن هيئة السوق المالي تشترط على جميع الشركات أنها يعني تعلن عن سياسة لتوزيع الأرباح خلال 3 سنوات 4 سنوات و5 سنوات القادمة. مثلا SEC أعلنت لنا عن سياسة توزيع الأرباح ل4 سنوات القادمة، ووعدت بتوزيع 4 ريالات لكل سنة، و4 ريالات يعني كيف سوف توزع ريال عن كل ربع سنة. نفس الشيء يعني مؤخرا أرامكو وعدت بتوزيعات أرباح ل5 سنوات القادمة، وسوف توزع 1.40 ريال هللة لكل سهم. فلهذا السبب قلنا سياسات، لأنه لا قدر الله إذا كان الشركة يعني حصلت لها مشكلة معينة، فباستطاعتها أنها تعدل عن توزيعات الأرباح، أما أن تعدل وتخطط فيها. وهناك العديد من الشركات من تحقق أرباح استثنائية من خلال عملية استثنائية، فتقوم يعني كذلك بتوزيع أرباح استثنائية. فدائما وأبدا دائما وأبدا سياسة توزيع الأرباح فيها مرونة. يعني في الأخير ماذا نستخلص؟ نستخلص في الأخير أنه قرار الاستثمار هو قرار لا رجوع فيه، قرار التمويل هو قرار كذلك لا رجوع فيه، وتوجد سياسة توزيع الأرباح. بطبع يعني لما يعني مر عليكم مصطلح في المستوى الرابع ويسمى بالنت بريزنت فاليو، نت بريزنت فاليو، متفقين؟ يعني صافي القيمة الحالية. هذا المعيار هو معيار لاختيار المشاريع الجيدة. فبطبع يعني سبق لكم وأنكم درستوا صافي القيمة الحالية يجب أن يكون موجبا لكي يتخذ القرار في يعني إنجاز المشروع، وإلا يعني من المفترض يجب علينا أن نتخلى هذا المشروع. ولهذا السبب فإنه الأسعار الأسهم تزيد وتنقص بناء على التوقعات لصافي القيمة الحالية للمشاريع المستقبلية للشركات، وبالطبع سوف يكون لها الأثر الكبير في زيادة أرباح يعني حاملي الأسهم. نجي الآن إلى يعني هناك يعني العوامل تؤثر على السهم واتجاهاته. بطبع نحن حكينا على يعني تأثير السياسات ويعني مدى يعني أهميتها في تعظيم ثروة المساهمين معي، وكذلك يعني دائما وأبدا المستثمر هو يهتم بالقيم يعني الشركات، ولهذا السبب هو يرى أنه من صالحه أن يشتري الأسهم عندما يرى قيمة السهم مناسبة، أو أن يتخلى عن السهم عندما يرى قيمته يعني غير مناسبة. هذا يتطلب منا اليوم انتبهوا جيدا، وهناك كم هائل من الأسئلة التي سوف ننتظرها في الاختبار النهائي، فخليكم مركزين معي اليوم بالذات. يعني انتبهوا اليوم وبكرة نحتاج فيه إلى آلات حاسبة، ونحتاج أنه الطالب والطالبة يقومون بتصوير
يعني او بتباعد الشرائح الخاصه بالقائد الحي التاسعه والعاشره، لانها تحمل كم هائل من المعلومات، خاصه هذه المعلومات تتعلق بالجانب العملي. يلا نبدا نتوكل على الله. هل كل واحد امامكم يعني توجد عنده لديه يعني ورقه فاضيه؟ يعني نحتاج الى ورقه وقلم. هل الجميع عنده ورقه وقلم امامه؟ ممتاز، يلا نتوكل على الله. انا اريد ان نضع يعني ثلاثه دائرات، يعني واحده في وسط يعني في وسط بعض. يعني ايش؟ يعني نريد ان تكون هناك دائره اولى تليها دائره اكبر منها تليها دائره ثالثه اكبر منها. هل وضعت ثلاثه دوائر هذه في دائره اولى تليها دائره ثانيه اكبر تليها دائره ثالثه اكبر؟ خلاص، very good. يلا نبدأ على بركة الله. الدائرة الأولى الصغيرة ماذا سوف نضع فيها؟ سوف نضع فيها القيمة الاسمية. سوف نضع فيها القيمة الاسمية. يلا كتبت القيمة الاسمية داخل الدائرة الأولى، القيمة الاسمية. very good. أول شيء حنسميه، يعني شفت أنتم كتبتوا الحين القيمة الاسمية. لو ضربت القيمة الاسمية في عدد الأسهم، لو ضربنا القيمة الاسمية في عدد الأسهم، يلا انتبهوا جيدا، يعني القيمة الاسمية للسهم مضروبة في عدد الأسهم. انتبهوا جيدا، انا سوف اعطيكم اربع مقترحات، كل ما هو المقترح الصحيح؟ هل هو يعطينا يعني القيمة الدفترية للشركة، او القيمة السوقية للشركة، او القيمة الحقيقية للشركة، او رأس مال الشركة؟ ممتاز، ما شاء الله عليكم، يعني يعطينا رأس مال الشركة. هذا أول سؤال ديروا بالنا منه، يعني إما نطرح السؤال، رأس مال الشركة هو عبارة عن عدد الأسهم مضروبة في ماذا؟ في القيمة الإسمية، يعني هذا الشيء لا ينسى بالتفقيد. وإذا كان يعني سألنا السؤال بالعكس، ماذا تساوي القيمة الإسمية؟ فبالطبع القيمة الإسمية تساوي رأس المال تقسيم على عدد الأسهم. فنحن توجد لدينا معادلة، المعادلة ماذا تساوي؟ عدد الأسهم مضروبة في القيمة الإسمية تعطينا رأس المال. فبالطبع أنا أستطيع أنني أستخرج يعني القيمة الإسمية، ماذا تساوي القيمة الإسمية؟ هو الرأس المال تقسيم عدد يعني الأسهم. ممتاز، يعني هذه النقطة الأولى. يلا ننتقل الآن إلى الدائرة الثانية اللي هي أكبر من الدائرة الأولى. الدائرة الثانية حنسجل عليها ماذا؟ القيمة الدفترية. القيمة الدفترية، خلاص سجلتوا على القيمة الدفترية؟ نعم. يلا أنا ودي يعني يكون الجميع يتفاعل معي، ويعني كتابة صغيرة نعم وخلاص وعدي، يعني علشان أفهم إنه الجميع كتب. يلا جميعكم كتب الدائرة بتاعت إيش؟ الدائرة الثانية والتي قلنا عنها القيمة الدفترية. Very good. يلا السؤال الآن، ما هو الفرق بين الدائرتين؟ ما هو الفرق بين الدائرتين؟ ما هو الفرق بين الدائرتين؟ هل الفرق بين الدائرتين يعني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الإسمية هل يمثل يعني الإيرادات المحتجزة، الأرباح المحتجزة، أو ربحية السهم، يعني الفارق ربحية السهم، أو فارق المصروفات؟ ماذا تمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الإسمية؟ يلا بسرعة، أي شيء المفيد للتفاعل. يجرب أن يعني الفرق بين الاثنين هي الأرباح المحتجزة. فماذا أفهم الآن؟ أفهم الآن أنه رأس المال زائد يعني الأرباح المحتجزة ماذا تعطينا؟ يعطينا القيمة الدفترية للشركة، تعطينا القيمة الدفترية للشركة. مرة أخرى السؤال الآن،
القيمة الدفترية للسهم الواحد مضروبة في عدد الأسهم، هل هي تعطينا القيمة الإسمية يعني القيمة، هل يعطينا رأس المال الشركة أو يعطينا القيمة الحقيقية للشركة أو إجمالي حقوق المساهمين أو حقوق الملك تسمى، أو يعني القيمة السوقية للشركة؟ يلا بسرعة، يعني قيمة دفترية قلنا لما نضربها في عدد الأسهم ماذا تعطينا؟ ممتاز ما شاء الله عليكم، يعني الأخت زين المركزة معي ممتاز، ديروا بالكم الآن، يعني إجمالي الحقوق الملكية أو حقوق المساهمين كلها تعني نفس الشيء. وكيف حصلنا عليها؟ حصلنا عليها، شفت أنا يعني بالمناسبة الآن أنا أشرح في نفس الشيء اللي هو موجود في العرض المرئي 21 والعرض المرئي 23، يعني أنا بشرح لأنه هذه الأشياء جاءت متكررة عندكم في العروض المرئية وجاءت بطريقتين مختلفتين، فأنا الآن أجمع بين العرض المرئي 21 عفوا وبين العرض المرئي 23، يعني نفهم شيئين مع بعض. فارغوت، حقوق الملكية، ممتاز. ننتقل بعد ذلك إلى، يعني أنا بدأت أعرف أنه حقوق الملكية كيف نحصل عليها، نحصل عليها انطلاقا من القيمة الدفترية مضروبة في القيمة الإسمية. لو قلت لكم يعني القيمة الدفترية هل هي تساوي إجمالي يعني حقوق المساهمين تقسيم عدد الأسهم، الإجابة ألف، رأس المال تقسيم عدد الأسهم، أو القيمة الاقتصادية تقسيم عدد الأسهم، أو القيمة السوقية تقسيم عدد الأسهم، فبتضع ما هي الإجابة؟ هي الإجابة ألف ب ج د، ألف، ممتاز، الله ينور عليكم، ممتاز، very good. نأتي بعد ذلك إلى القيمة الحقيقية أو القيمة العادلة وتسمى القيمة الاقتصادية، انتبهوا جيدا، يعني نسميها بالقيمة الحقيقية أو القيمة الاقتصادية أو القيمة العادلة، كلها تعني نفس الشيء. هنا ماذا يقصد بهذا يعني بهذه القيمة؟ هو يقصد بها، انتبهوا جيدا الآن، وهو يعني موجود وين؟ موجود في العرض المرئي 12، ويعني كيف نحصل عليها؟ نحصل عليها من خلال يعني طريقة خصم التدفقات النقدية، ولكن أنا أريد أن أفهم يعني الدائرة هذه الثالثة والتي تسمى بالقيمة العادلة أو الحقيقية أو الاقتصادية للسهم. يعني شفت، احنا شفنا دائرة أولى، دائرة أولى وسميناها بالقيمة الإسمية، ودائرة ثانية سميناها بالقيمة الدفترية، والحين دائرة ثالثة ونسميها بالقيمة الحقيقية أو الاقتصادية أو العادلة للسهم. كيف نحصل عليها انطلاقا من خصم التدفقات النقدية؟ نفهم الآن، يعني فهمت الفارق بين القيمة الدفترية وبين القيمة الإسمية؟ يعني الفرق بين الدائرتين الأولى والثانية هو الأرباح المحتجزة. انتبهوا معي جيدا، الفرق الآن بين القيمة الحقيقية والقيمة الدفترية للشركة ما هو؟ قال هو إجمالي الفرص الاستثمارية التي تكون فيها صافي القيمة الحالية موجبة. يعني هنا يدل الفرق بين الاثنين على ماذا يدل؟ يدل هل توجد لديك فرص استثمارية للشركة أو لا توجد فرص استثمارية، يعني وذات صافي قيمة حالية موجبة. فلهذا السبب الأمر الطبيعي ما هو؟ الوضع الطبيعي ما هو؟ أن تكون عندي ثلاثة دوائر وكل دائرة أكبر من الثانية، الدائرة الصغيرة يعني هي لرأس المال، الدائرة التي تليها هي لي يعني إجمالي حقوق المساهمين وتمثل يعني القيمة الدفترية للسهم، والدائرة الثالثة تمثل القيمة الحقيقية أو العادلة للشركة. وهذه القيمة، انتبهوا جيدا، هي التي سوف تكون قيمة معيارية لكي يتخذ القرار هل أنا أحتفظ بالسهم أو أشتري مزيد من الأسهم أو أتخذ يعني قرار بيع السهم. ديروا بالكم الآن، سوف نقول هناك ثلاثة عبارات سوف نستخدمها وهي التالية. إيش الثلاثة عبارات التي نستخدمها؟ سوف نقول السهم في حالة توازن، السهم في حالة توازن، معي؟ يعني
قيمة السهم في حالة توازن. هل عندما تكون القيمة السوقية تساوي القيمة يعني تساوي القيمة الاسمية، او القيمة السوقية تساوي القيمة الدفترية، او القيمة السوقية تساوي القيمة الحقيقية، او القيمة الحقيقية تساوي القيمة الدفترية؟ ما هي الاجابة الصحيحة؟ الف ب ج د. يلا بكرر عليكم الآن، عندما يقول لنا قيمة السهم في حال التوازن، هل يقصد بذلك أن القيمة السوقية هذه الألف هي تساوي القيمة الإسمية أو رأس المال؟ أو عندما نقول لك القيمة الإسمية السوقية تساوي القيمة الدفترية، أو نقول لك أن القيمة الإسمية تساوي القيمة الحقيقية، والخيار الرابع والأخير القيمة الحقيقية تساوي القيمة الدفترية؟ اي ممتاز الأخت هدى، بارك الله فيك، هي الإجابة ج. ديروا بالكم الآن سوف نقول يعني ثلاثة مصطلحات سوف تستخدم. يعني ايش ثلاثة مصطلحات سوف تستخدم؟ سعر، بكتبها لكم أنا الآن، سعر مخفض، او نقول سعر التوازن، التوازن، او نقول سعر مضخم، مضخم. دائما وابدا تكون المقارنة بين ماذا؟ بين القيمة الحقيقية والقيمة السوقية. يعني ديروا بالكم الآن، ديروا بالكم الآن يعني في هذه المصطلحات، يعني نقول السعر مخفض أو سعر يعني عفوا يعني التوازن أو سعر مضخم معي، هذا كله قائم على المقارنة بين القيمة الحقيقية والقيمة السوقية، وليس قائما على المقارنة بين القيمة السوقية مع الدفترية، أو القيمة السوقية مع القيمة الإسمية، أو الدفترية مع الإسمية، أو الدفترية مع الحقيقية. فديروا بالنا ونحذر من هذه يعني الأشياء الدقيقة جدا. يلا نبدأ الآن إلى يعني انتبهوا جيدا الآن. لو قلت لكم إنه بعطيك مثال بسيط جدا سابق، وهي الآن يعني الشركة المدرجة في السوق المالي السعودي، معي؟ لو قلنا لكم سابق انه قيمة الاسمية هي 10 ريال وهي موحدة للجميع يعني الشركات في السعودية، يعني ارامكو وسابق والراشي والاهلي وصنبا ويعني بترورابغ واي شركة موجودة في السوق المالي السعودي مالها هي لها قيم اسمية متساوية كلهم 10 ريالات. يلا نرجع الى سابق الان. سابق حاليا قيمتها الاسمية 10 ريالات، في حين انه قيمتها الدفترية 56 ريال، 56 ريال. انتبهوا جيدا، الخبراء يقيمون سابق، الخبراء يقيمون سابق ان قيمتها الحقيقية او الاقتصادية او يعني الحقيقية مالها لا تقل عن 85 ريال، لا تقل عن 85 ريال. يوم الخميس الماضي باعت ب 75 ريال، يعني قيمتها في السوق تباع ب 75 ريال. هل تنصح بشرائها؟ ببيعها؟ ماذا تنصح؟ هل السعر مخفض أو مضخم؟ يلا بسرعة. Very good. ممتاز، ممتاز. كيف عرفت السعر مخفض؟ لأنه قيمتها الحقيقية يعني لا تقل عن 85، في حين ان قيمتها في السوق حاليا 75 ريال. فلهذا السبب نحن ننصح بالشراء في سهم سابق وسعره يعتبر ايش؟ مخفض. متفقين؟ هذا ماذا يقصد ب يعني هذه الاسعار. نيجي الان يعني نحن الان اتينا على العديد من المصطلحات والتي سوف يعني كلها سوف نشاهدها خلال هذه يعني اللقاء.
ناتي الآن بعد ذلك إلى خلاص نحن فهمنا ماذا يقصد بالقيمة الاسمية والقيمة يعني الدفترية والقيمة الحقيقية والقيمة السوقية، وعرفنا متى تعتبر الأسعار مخفضة، متى تعتبر الأسعار في حال التوازن، ومتى تعتبر الأسعار المضخمة. وقلنا دائما وأبدا يجب أن تكون المقارنات بين السوقية مع الحقيقية، ولا تكون المقارنة يعني السوقية مثلا مع الاسمية أو مع الدفترية، وإنما فقط التركيز الحقيقي مع السوقي. شيء آخر ركزنا عليه هو التالي، أنه لما يكون عدد الأسهم مضروبة في يعني في القيمة الرسمية يعطينا رأس المال، لما تكون عدد الأسهم مضروب في يعني مضروبة في القيمة الدفترية تعطينا إجمالي حقوق الملك أو حقوق المساهمين. وبالطبع لما يكون يعني العدد الأسهم مضروب في القيمة الحقيقية للسهم يعطينا القيمة الاقتصادية للشركة كاملة أو القيمة الحقيقية أو القيمة العادلة لها. فهذه المصطلحات يعني مرت علينا، ومثل ما ذكرنا قبل قليل يمكننا أن يعكس السؤال ويقول كيف يمكن الحصول على القيمة الأسمية، فالقيمة الأسمية هي رأس المال تقسيم يعني عدد الأسهم. Very good. نأتي الآن إلى يعني المصطلحات بعد ذلك. يعني الآن بماذا يرتبط القيمة الحقيقية؟ يعني كيف ترتبط القيمة الحقيقية؟ موجودة لديكم يعني في العرض المرئي اللي هو رقم 20. وترتبط هذه القيمة الحقيقية للأوراق المالية بإيش؟ بقاعدة موجودة الشركة، بإنتاجية المنتوجات، المبيعات والأرباح التي تحققها الشركة، الأرباح الموزعة على المساهمين، أفاق النمو المستقبلية، ومقدرة إدارة الشركة على تحقيق أهداف الشركة. انتبهوا جيدا، يمكن هذا السؤال وكيف يأتي السؤال يمكن استخدام، انتبهوا جيدا، يمكن استخدام إنتاجية موجودات الشركة والأرباح الموزعة على المساهمين لاستخراج أو لي يعني الحصول على القيمة الإسمية، القيمة السوقية، القيمة الحقيقية أو القيمة الدفترية. فبالطبع ماذا تكون الإجابة؟ Very good. عرفتوها يعني سهلة جدا. الآن انتبهوا جيدا، المضاربات تطلع في أسعار الأسهم والتكلفة العالية للحصول على المعلومات هي من أسباب التي تجعل أربع مقترحات. القيمة السوقية تختلف عن القيمة الدفترية، القيمة السوقية تختلف عن القيمة الحقيقية، القيمة السوقية تختلف على يعني القيمة الدفترية، والقيمة الدفترية تختلف على القيمة الإسمية. Very good. ممتاز ممتاز، هذا ماذا نريده؟ يعني دوروا بالكم عندما نقول يعني من يعني المضاربة تتلاعب في أسعار الأسهم في البورصة وتكلفة العالية للحصول على المعلومات هي من أسباب دائما وأبدا ماذا الاختلاف بين القيمة السوقية والقيمة يعني الحقيقية. Very good. يلا نمر بعد ذلك إلى يعني حندخل إلى يعني بالتحديد في صميم المحاضرة الثانية والعرض المرئي الثاني وأول 20. دور بأن يعني لو قلنا لكم أي من الأدوات التالية يعني يكون يعني عرف عنها أنه تقييمها صعب جدا، بعد أربع مقترحات: وزارات الخزينة، الأوراق التجارية، الأسهم العادية، السندات الحكومية. أي من الأدوات التي ذكرتها الأربعة يعني تعتبر من أصعب الأشياء تقييمها؟ هي الأسهم العادية. ديروا بالكم دائما وأبدا لو ذكر لنا ما هي أصعب شيء في تقييمه ماذا نقول؟ نقول الأسهم العادية. يعني هذا السؤال يعني سهل جدا. بطبع الآن ما هي الطرق الشائعة لتقييم الأسهم؟ فبطبع الطريقة الشائعة هي طريقة خصم التدفقات النقدية، وهذه التدفقات النقدية تتأثر بماذا؟ بعاملين مشتركين. ما هما؟ هما الأرباح يعني الموزع، وكذلك يعني سعر البيع السام. يعني أنا اشتريت بمئة ريال وبعد ذلك أصبح مثلا سعر السام بمئة وعشرين ريال. نجي الآن لما أقول لك أن طريقة خصم التدفقات النقدية، السؤال المفتاح الآن يعني ما هو معدل الخصم يعني الذي يستخدمه لتقييم الأسهم معي؟ هل هو يعني بطبع هو العائد المطلوب، ولكن هل هو يساوي تكلفة التمويل عن طريق يعني السندات،
تكلفة التمويل عن طريق السندات والأسهم، تكلفة التمويل بالملكية، أو تكلفة التمويل يعني لأصل خالي من المخاطرة. إيش الإجابة صح؟ ممتاز ممتاز، يعني هو يعني بس إجابات أخرى. بعد عليكم السؤال على الصريح، لما نقول لكم تكلفة التمويل يعني المستخدمة ك يعني معدل خصم للتدفقات النقدية، هل هو تكلفة التمويل السندات، تكلفة تمويل الصكوك، تكلفة تمويل أذونات الخزينة أو الأصل الخالي من المخاطر، أو تكلفة التمويل بالملكية؟ بالطبع هو تكلفة التمويل بالملكية. ممتاز. هنا الآن السؤال يعني يرتفع العائد المطلوب بارتفاع الضرائب وخطر الأعمال، بارتفاع خطر الأعمال وخطر التمويل، بارتفاع خطر التمويل والضرائب، بارتفاع خطر الإفلاس. يعني بماذا تتأثر تكلفة التمويل؟ اي نعم ممتاز، يعني تتأثر تكلفة التمويل بخطر الأعمال والخطر التمويلي. نيجي الآن إلى يعني طريقة أسعار الأسهم، فهناك يعني فهناك طريق يعني النظريتين، هناك نظرية تقليدية للأسعار، وهناك ما تسمى بالنظرية الثقة للأسعار الأسهم. بالطبع يعني لما نقول عن النظرية التقليدية لأسعار الأسهم، هي التي ترتكز على يعني إيرادات الشركة، وبالذات يعني تعتمد على أرباح الشركة ونسبة الفائدة، ويعني كذلك سعر السلع والناتج يعني القومي المحلي، أو خلينا نقول نسبة النمو. فبطبع أنا كمستثمر عندما أتخذ القرار وأنني أستثمر أو لا أستثمر في هذه الشركة، فبطبع بناء على كل هذه المعطيات، يعني إيش معطيات اقتصادية، فالإيرادات، أرباح، سعر فائدة، يعني أسعار السلع، يعني لاحظوا شيء إنها كلها أشياء أساسية، ولكن هناك شيء آخر يمكن أن نعتمد عليه، ما هو؟ هي نظرية يعني الثقة في الأسعار الأسهم. إلى يومنا هذا لما تسأل أحد الأشخاص تقول له أنت لماذا استثمرت في أرامكو؟ لماذا استثمرت في الراشفي؟ لماذا استثمرت في سابك؟ ماذا يكون رده؟ يعني انا كنت مثلا اتوقع انه والله يقول لي انه الايرادات المتوقعه سوف تكون عاليه، انه ارباح هذه الشركه متميزه، انه يعني المؤشرات الاقتصاديه مثل الناتج المحلي يشير الى انه هذه الشركات سوف تكون متميزه. ايش كان رده؟ قال والله شوف، انا اثق في اداره هذه الشركه، وانا اثق في هذه الشركات لانها قويه جدا في السوق الماليه السعوديه. فهنا هذه ما يسمى بالنظريه القائمه على يعني الثقه في الشركات، والثقة في أن هذه الشركة قادرة في المستقبل أنها توزع يعني أرباح مجزية بالنسبة للمستثمرين. Very good. ممتاز. نيجي الآن إلى يعني إلى معطى آخر وهو التالي. ما هي العوامل المؤثرة على يعني العائد المطلوب للمستثمر؟ فهناك يعني قبل قليل ذكرناه، هناك العامل النفسي، وهناك العامل الاقتصادي، وعدم التوازن في العرض والطلب، ومستوى التضخم المتوقع، وكذلك حجم المعلومات المتوفرة. ف ديروا بالنا يعني في السؤال هو يمكن ان ياتي كالتالي: العامل النفسي والعامل الاقتصادي ومستوى التضخم المتوقع هي من أكثر العوامل التي يمكن أن تؤثر على أرباح الشركة، على العائد المطلوب للمستثمر، على تكلفة التمويل، أو تكلفة يعني مثلا يعني تكلفة السلع. فبالطبع شفت هذه طريقة السؤال التي يمكن أن ننتظرها، يعني سهل جدا وما فيهاش يعني تعقيدات او صعوبة.
لما ندخل الآن إلى المحاضرة الثالثة والعشرون. المحاضرة الثالثة والعشرون يعني سوف تجدون فيها القيمة الاسمية ودققناها ماذا يقصد بها، والقيمة الدفترية والقيمة السوقية، يعني كل هذه المصطلحات دققنا فيها، وكذلك يعني دققنا كذلك ماذا يقصد بالقيمة يعني العادية. نجي الآن إلى أشياء ذات أهمية كبيرة كبيرة جدا، وهي التالية، وننتبه منها يعني لأنها يعني هذه الأشياء سوف تكون معنا في الاختبارات. كيف تتم عملية يعني تقييم يعني الأسهم؟ كيف يتم تقييم الأسهم؟ هناك نماذج سوف يتم استخدامها وهي التالية. يعني بالطبع احنا دائما وابدا انتبهوا جيدا. طبعا احنا قبل قليل من اصعب الاشياء هي يعني تقييم الاسهم. لماذا تقييم الاسهم؟ يعني تلاحظوا في يومنا هذا الشركات التي نعتقد انها سوف تستمر يعني لما بعد 100 سنة نجد انه هذه الشركات يعني انتثرت. يعني من قال لنا انه كوداك، يعني الجميع يذكرها انت افلام التصوير، من قال انه هذه الشركة سوف تندثر؟ يعني سوف تقريب لم يعد لها وجود، حين انها كانت يعني في عالم التصوير وفي عالم الافلام يعني هذه الشركة مشهورة جدا. فولا واحد كان يعتقد انه هذه الشركة سوف تندثر. من كان يتوقع انه سوف يأتي يوم من الايام انه نوكيا سوف تصبح من الشركات الغير منافسة في قطاع يعني الجوالات، واصبحت يعني سامسونج واصبحت يعني ايفون هي من اكبر، وابل يعني من اكبر الشركات يعني التي المنافسه في عالم الجوالات. فكل هذه الامثله ماذا تدل؟ تدل انه عمليه التقييم يعني فيما يتعلق بالاسهم من اصعب الاشياء التي يمكن يعني في الحقيقه يعني من الاشياء الصعبه في تقييم الاسهم. ننتبه الآن، نحن مضطرين أننا نأتي بنماذج بسيطة لكي هذه النماذج تمكننا من يعني تقييم الأسهم. هناك نموذجين سوف نستخدمهم، ما هما؟ إنه يعني الشركة توزع أرباح وهناك نمو في الأرباح، وهناك نموذج ثاني يسمى بنموذج ثبات الأرباح. يلا نبدأ على بركة الله يعني بالسؤال الأول، وانتبهوا جيدا ومعكم الآلة الحاسبة ونتوكل على الله. يلا السؤال هو كالتالي، يلا انتبهوا جيدا، السؤال هو كالتالي. وزعت شركة الجماعي 1 ريال خلال سنة 2018 وجيدا وعد نمو التوزيعات 5% في حين ان العائد المطلوب على السهم يساوي 12%. المطلوب حساب السعر الحقيقي للسهم. بعيد عليكم السؤال، يعني شركة المرعي وزعت 1 ريال خلال سنة 2018، هناك توزيعات الارباح او نمو في التوزيعات تقدر ب 5%، والعائد المطلوب على السهم 12%. المطلوب الان يعني حساب القيمة الحقيقية للسهم. يعني قلنا كم وزعت؟ 1 ريال، وكم نسبة النمو؟ 5%، وكم العائد المطلوب؟ 12%. يلا نجي ديروا بالكم الآن كيف سوف يتم التعامل مع هذا السؤال. ماذا يساوي يعني حنكتبها الحين بالانجليزي، ماذا يساوي البرايس؟ انتبهوا جيدا، ماذا يساوي البرايس؟ يساوي عندي فيه بسط ومقام. ماذا سوف اكتب من فوق؟ سوف نكتب من فوق عندي هفتح لي قوس، وبالطبع انتم عندكم زر القسمة. لما حنفتح قوس ماذا سوف نجي نكتب؟ سوف نكتب يعني انا عندي توزيع وقدره بواحد، مضروب هذا الواحد في ايش؟ في يعني معدل النمو، يعني في واحد زائد يعني الخمسة في المئة، ثم نغلق يعني القوس، ثم نقوم بالتقسيم على ماذا؟ على العائد المطلوب اللي هو كم؟ 15% ناقص يعني نسبة النمو 5%. هذا المثال. يلا واحد يحسب لنا كم سوف تطلع معنا.
عرفتوا كيف طريقة الحساب؟ طريقة الحساب حتكون بالطريقة هذه، يعني الربح الموزع مضروب في 1 زائد نسبة النمو تقسيم العائد المطلوب ناقص نسبة النمو. يلا كم طلعت معكم؟ يلا بسرعة أريد التفاعل البقية. ممتاز، دقيق أنا كذلك. جميع يعني الجميع عنده آلة حاسبة صح ولا؟ هل الجميع عنده آلة حاسبة؟ أي فيري جود، يعني صح، يعني النتيجة حتكون معنا 10.5. يلا بعطيكم الآن سؤال آخر وهو التالي. إذا كان آخر توزيعات كانت 4 ريال، يلا بسرعة الحين، آخر توزيعات كانت ب 4 ريال. ثم بعد ذلك نفس الشيء، نفترض انه ايش؟ انه 5% هي نسبة النمو. ثم بعد ذلك انه العائد على السهم، العائد المطلوب يساوي 12%. يلا بسرعة، ماذا سوف يكون السعر؟ يلا يعني هنا حتكون 4 وبعدين حتكون هنا ايش؟ 12. يلا كم حتكون؟ ممتاز ما شاء الله عليكم، ديروا بالكم السعر سوف يكون يساوي ل 60 ريال. ممتاز 60 ما شاء الله عليكم. في نموذج اخر بسيط على الاخر، ما هو؟ في حال ثبات التوزيع، في حال ثبات التوزيع، فرضا انه الشركه توزع في يعني 3 ريال في يعني في السنه، 3 ريال في السنه، انتبهوا جيدا، توزع في 3 ريال في السنه، مع العلم انه العائد المطلوب يساوي 20%. يعني هذا السؤال هديه لكم يوم الاختبار، كيف ذلك؟ Very good، ممتاز الأخت سارة، كيف ذلك؟ لأنك حتقسم يعني بكل سهولة، 3 حتساوي إيش؟ 3 تقسيم يعني 20%، يعني هذا أسهل سؤال لجميع الطلاب والطالبات. فرضا لو كان هناك توزيعات ب أي لحظة فقط نتأكد، أي ممتاز طلع 15، أي فيري جود. نتأكد الآن من شيء آخر وهو لو كان فرضا عندي التوزيعات مثلا 2 وان العائد المطلوب يساوي فرضا 14%، يلا كم حتطلع معانا؟ كم يكون السعر؟ ممتاز 14.2، ممتاز. هذه الأسئلة التي يمكن اننا ان شاء الله باذن الله تعالى يعني نتوقعها، وبالتالي ديروا بالكم نحن نكون بالطريقة هذه انهينا العرض المرئي الثالث على الشروط، وأسأل الله التوفيق للجميع. يعني هذا السؤالين الذي سوف نترقبهم بإذن الله تعالى في الاختبار النهائي، فيعني المثال الأول بتاعت نمو الأرباح، نموذج نمو الأرباح، والمثال الثاني هو نموذج ثبات الأرباح، وكلاهما موجود عندكم في يعني تحصلونه في شرائح اللقاء الحي التاسع
فأنصحكم بمتابعتها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله تعالى.